هل أنت أو أنا كلنا نعي أن هذا الوطن بدأنا نقسم حتى سجنائه بالمحاصصة؟ السنة يدافعون هنا. هاي النقطة المهمة. مو هي هاي النقطة المهمة، مو هاي النقطة المهمة، هذه هي المجارات السادة الزعماء الذي وصل السجين في المسجون والمتهم ذولا ربع فلان وذولا ربع فلان. ولذلك ليش ما أنظر على أنها قضية عراقية تستدعي أن يقف لها كل العراقيين؟ لماذا قسمتم الملف؟ أنا أتحدث بهذه اللغة أمام العراقيين حتى يعلم الشعب. صحيح. زيف وخداع هذه الطبقة السياسية التي بدأت تتاجر بالسجين من أجل مصالحها. وجيك يقول لك والله حصة المكون ومظلومية المكون. هو المكون ايش خليت به أنت؟ منتبع تفساخ وارباع. خلونا نحكي صراحة. استاذ نجم، أحيانا من تصير عصبي تقول ايش أسوي، ألطم أشق هدومي؟ أي أنا أسأل هذا الشعب على جريمة واجهة سياسية. أنا خرجت ب 2003 عندي منظومة قيمية مدمرة، بالتالي من يتصدر وخصوصا الكتلة البرلمانية يعني تمام، يجب أن يكون مهمتها هي ترميم المنظومة. بالتالي ترميم منظومة عند ما تكون أنت أسوأ حسنة، يعني أنت تمثل نموذج إيجابي، أنت ما تقعد لي بقلاع هذا لويس الرابع عشر مبانية، أنت ما تمتلي حتى الآن تسوي لي دعاية ضد عدي انه يربي النمور ونعرف يعني نقمة الشعب العراقي على ذاك النظام الدكتاتوري. لكن انت يربى كل شيء بالمزارع، الناس تعرف انت رسخت لي عملية تدمير منظومة القيمية لان ما قدمت لي النموذج الايجابي. هاي تريد شو تريد انت؟ شو يعني اذا الناس ما تحكي بيها او تعودنا بحكم الصراع السياسي احيانا نلقى نفسنا محصور بزاوية انه تبدي تريد تبرر. يعني ما يبرر. ايه يعني ما يبرر امام واقع يتعمق عندنا. الان خسرنا الانسان اللي ربحناه احنا بعد 2003، خسرنا الانسان اللي ربحناه مثل اي جهه. يعني هسه ايران وتجربتها، هسه تختلف وياها تتوافق وياها ما يقالب، هاي تخصك. لكن الايجابيات ذاك قدموا نموذج الحاكم. الحاكم قدم نموذج الشعب. ان كان قتال قاتل وياه، وإن كان رموز الشاه فباقي رموز الشاه بالصورة ومعروفة للمزارات أو متاحف. أنا ما عندي بالقاء السياسي قاتل ويا الشباب هاي اللي راحت بمواجهة داعش. ما يعني مدى يتقدم لحد الآن، ونرجع لنفس الدائرة لنفس الحلقة، أنه أنت تريد ترضيني وأنت ما تتقدم لي نموذج إيجابي. شلون أرضى؟ شلون أقتنع؟ تريد تعيد الثقة بالعملية السياسية بها صيغة اجتكم فرصة لا تعلمون بها بعد حكومة الكاظمي، وأنا من أشد اللاعنين لحكومة الكاظمي، وهذه الحكومة على النقيض منها. زين اجت والآن أكو تفاؤل شعبي وبكل المغامرة الاقتصادية لكن مقبولة، وأعيدت أكثر من مليون درجة وظيفية، والناس تريد تبدع، وأكو تفكير بالقطاع الخاص، وأكو علاقات بها هوية العراق، يعني اكو انفتاح، لكن تجد اكو هوية عراقية بالتفاوض. هاي الان تترسخ لو انا اجي في لحظة معينة. الان اكو البعض كن على يقين، قانون الارهاب يريدوا لي اشخاص محددين. يريدوا لي اشخاص محددين، هيك وصلت الامور. والبعض يرفض بدون مناقشة انه اكو امكانية المظلومين، واكبر دليل قضية ابو رغيف ومجموعته من تم المراجعة لهم. أكو في أي نظام أكو إمكانية الخرق؟ إذا أكو إمكانية مطلوب ناقشة بعدالة. وبالمقابل ما معقولة أن نسحق الضحية اللي راح وأجي أمجد أو أطلق صراح المجرم اللعين. هاي المعادلات يعني سهلة. أي مواطن يسأل يقول لك هاي شيء وش مطلوب؟ زين ليش القتل السياسية تنجر بحيث وصلتنا الدرجة انه هسه من الصعوبه وكانه هسه راح تصير مشكله سنيه شيعيه من خلال المزايدات على قانون مراجعه قانون العفو العام؟ نعم.